سيميلان في الشوط الاول. هذا لورسن المدافع الدولي الدنماركي طبعا، لورسن ما يعمل حتى شيء امام اللاعب اموروزو، يسجل هدف جميل جدا، هدف جميل جدا يثلج صدر المدرب ماتياس صابر. نشوف رد فعل فريق اي سي ميلان. اي سي ميلان غائب تماما على الشوط الاول، واموروزو هداف هذا اللقاء وهداف الشوط الاول. نتمنى نشاهد اهداف اخرى، لقطات جميله جدا، سيطره مطلقه لفريق بوروسيا دورتموند. يلعب المباراه كما ينبغي فريق بوروسيا دورتموند، ركنيه تنفذ بسرعه لفريق اي سي ميلان ولكن خويلة. مصلحه دورتموند سواء كان في الاداء او سواء كان حتى الوصول من البدايه الى منطقه 18، الفريقين يمكن لعبوا باسلوب متشابه، ولكن دورتموند يمكن السيطره على وسط الملعب من خلال الكثافه العدديه ومن خلال الضغط على حامل الكره، خلاهم يمتلكون وسط الملعب بالذات. شفنا الحركه، شفنا الامكانيه الفنيه بالنسبه للفريق، يعني من البدايه يمكن حتى وصولهم الهدف كان اوفسايد. هذا الهدف طبعا تسلل واضح، يمكن من الاعاده وضح بشكل اكبر طبعا تسلل، ولكن الامكانيه مثل ما قلت لك في وسط الملعب نتيجه الزياده العدديه، يعني رجوع المهاجمين، الخطوط كانت متقاربة جدا بالنسبة لفريق دورتموند أكثر من الإيسي. السيطرة هاي يمكن صبت لمصلحتهم، ومن البداية هاي ضربة الجزاء يعني عطتهم الأفضلية وعطتهم التقدم. في اعتراض كبير من لاعبي الإيسي طبعا، لأنه فيها شك الكرة؟ الكرة طبعا فيها شك، يعني بين هو استلمه، ولكن يعني المدافع يمكن نقول ضحك على الحكم بشكل كبير، لانه هو اللي راح للمدافع، يعني المهاجم ضحك على الحكم وامروزو يعني سجل ضربة جزاء. طبعا لاعب كبير، بالاضافة الى ضربة جزاء هاتريك في الشوط الاولي امام اي سي ميلان، عملية جدا. الهدف يأتي يعني في الدقيقة السابعة محمد، أعطاهم تقدم، أرضهم، جمهورهم، كل الأمور صبت لمصلحتهم، أعطاهم دافع قوي، الناحية النفسية ارتفعت بشكل كبير، وهذا يمكن خلاهم يعني يقاتلون بشكل كبير في الشوط الأولي. يعني الروح العالية اللي تمثلت خاصة من الهدفين خلتهم فريق اخر، او عطتهم التفوق، عطتهم الثقة، عطتهم كثير من الامور في هذا الشوط. طبعا في البداية يعني خاصة في الربع ساعة الاولية كانت المباراة يعني فيها نوع من الكرات الثابتة الكثيرة خاصة في وسط الملعب، كان في ضغط كبير سواء على عامل الكرة من الجانبين، ولكن يعني ما كان في عمل جماعي كبير للايسي في خلال هذا الشوط. يعني معظم كراتهم الخطره او دخولهم ال 18 كان معظمهم الكرات الثابته. طبعا التفوق هذا، او مثل ما قلت لك انا، التفوق يا خاصه من وسط الملعب بالذات للزياده العدديه، سواء رجوع المهاجمين او حتى شوف عددهم وشوف الكثافة العددية في عملية الاندفاع للهجوم. يعني حتى الهجوم تحصل فيه عددية وتواجد كبير في 18، شوف الاندفاع كم لاعب موجود قريب من 18، يعني شوف العددية هني وشوف التغيير في نفس الوقت اللي خلق مفاجأة بالنسبة للاي سي ميلان، انه سرعة في عملية التغيير من اليمين للشمال، هاي ملاحظة في الشوط الأولي، وفريق يعني يتميز بعملية التغيير سواء كان من اليمين الشمال أو حتى التحول من الدفاع للهجوم، وهاي السرعة أعطت الأفضلية في الشوط الأولي بشكل كبير يعني، وقدر من خلالها أنه يستثمر الإمكانيات الفردية لأموروزو في الهدف الثاني في الاستلام، كان يعني امكانيه فرديه. في اخطاء دفاعيه كثيره في الايسي في الشوط الاول طبعا، سهل التوغل، سهل الدخول على الفريق،
سهل كسر التسلل الموجود. لو تلاحظ انت وين جاي الاخطاء، مو بجاي لضعف دفاع الميلان، ولكن جاي من سرعه دورتموند في عمليه التحول مثل ما قلت لك، او المفاجاه والاندفاع من الخلف للامام، يعني فيها سرعه كبيره في عمليه التحول ما اعطت الميلان، او الميلان تفاجئوا بالفريق هذا. يمكن اظن المعلومات كانت ضعيفه، او اكيد في هاي اقول لك يعني امروزو من خلال يعني امروزو يفعل كل هذا امام منطقة الجزاء يعني، ويدخل الامكانية المهارية العالية اعطت التفوق، اعطت يعني شوف الامكانية في عملية الاستلام. طبعا يعني صح انك انت عندك اسلوب وعندك طريقة، ولكن في نفس الوقت شو اللي يدعم هذه الطريقة الا الامكانيات الفردية اللي قادرة على عملية يعني تسخير العمل الفردي لخدمة المجهود الجماعي. فهذه من الأمور اللي تساعد يعني، حتى شوف فرحة المدرب الكبيرة بالهدف، لأن أمام فريق كبير أنك تسجل 3 أهداف في شوط واحد عملية مو بالسهولة. وشفنا تنويع في الأهداف، يعني شفت أنت الهدف يعني نشوف التنويع في الأهداف ونشوف الإمكانية، يعني التمرير الونتو الاندفاع من الخلف، ففي تنويع. أنت شفت الدخول من جهة الشمال في ضربة الجزاء، شفت الدخول من العمق في الهدف الثاني، وشفنا الهدف الثالث الدخول من جهة اليمين. فإذا فريق يمتلك تنويع في عملية الهجوم، قادر على خلق فراغات وقادر على خلق مشاكل لدفاع ميلان. 3 أهداف خلال الشوط الأول من المباراة، تتصور المباراة انتهت؟ تقريبا انتهت، لأن عليه أن يعوض. الميلان ما في أمامه إلا أن يندفع. وبعدين لا تنسى أن المباراة هاي مرتبطة بالمباراة الثانية، مثل ما توقعنا أن اندفاع للميلان في الأمام، وقدر من خلال الاندفاع هذا يمكن يتواجد فترة مب يعني حوالي 15 دقيقة كان متواجد في ملعب دورتموند، وقدر يحصل على كرات ثابتة، وقدر يحصل على أكثر من كرة ركنية في هذا الوقت. ولكن صمود التكتل الدفاعي والتراجع الدفاعي بالنسبة لدورتموند، قدر أنه يعني يحافظ على الفترة أو يحافظ على وقت الضغط. التغييرات اللي صبت في الوقت هذا، او من جهة الايسي، كانت صب في الجانب الهجومي بشكل اكبر. يمكن التغييرات بالنسبة للدورتموند كانت تغييرات اجبارية، وشفنا انها عملية استخلاص الكرة من المنطقة هاي، وقدر انه يعمل من خلالها هجمة مرتدة، ولكن يعني حاول انه يلعبها في المرمى. وفي نفس الوقت ان هنريش كان مندفع وكان متواجد في المكان المناسب، وقدر ان يسجل الهدف الرابع. بعد الهدف الرابع يمكن شوف الاندفاع القوي لفريق بروسيا دورتموند والسرعة للاعبين، اندفاع بدني قوي واضح من الالمان عامة. يعني الكرة الالمانية تعتمد على اللياقة البدنية العالية وعلى المراقبة الفردية في عملية الدفاع، يعني هذا جانب. والجانب الاخر يمكن الضغط في وسط الملعب، يعني الاسلوب اختلف بشكل كبير بالنسبة للالمان. اعتمد على عملية الضغط، اعتمد على اللياقة البدنية العالية في عملية المراقبة الفردية. مثل ما قلت لك ان التغييرات كانت تصب في الجانب الهجومي بشكل اكبر بالنسبة للميلان، خاصة نزول روي كوستا لدعم الجانب الهجومي. في الجانب الاخر كان التغييرات اجبارية نتيجة اصابات ديدي وهنريش، الاثنين اصيبوا فاجبر على تغييرهم.